شوف حضراتكم مالين الاستاد وحاطين علم ونسر النادي الاهلي، لان وحشتونا جدا جدا في الاستادات. ولكن ان شاء الله بدايتنا هتكون كاس الامم الافريقيه 2019 ان شاء الله اللي هتقام في مصر خلال الفتره القادمه. الحقيقه وانا النهارده اول ما عرفت ان مصر ستنظم كاس الامم الافريقيه 2019 اول واحد جه في دماغي الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين انا قلت يعني ايه اللي هيحصل، والله يكون في عونه، عندنا حاجات صعبه كتيره جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. خلينا نطمن ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه بعد فوز مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه 2019 في شهر 6 القادم من رئيس لجنه المسابقات الحاج عامر حسين. الحاج عامر ازي حضرتك يا فندم؟ لا كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب؟ كله تمام الحمد لله. حاج عامر عايز اعرف اولا الف مبروك طبعا فوز مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه 2019. والله مبروك علينا كلنا، لان البطوله دي كانت مهمه بالنسبه للدوله كلها. مش موضوع اتحاد كوره لوحده. نعم. وفعلا بدات النهارده يمكن في القناه الرياضيه اللي هي بين سبورت، كان بدا النهارده في النشره الاخباريه لما مصر اخذت الحقيقه الموافقه او البطوله. بدات تجيب الكابتن شوقي عبد الشافي من القاهره، وبدات تتكلم عن مصر وقوه مصر، خاصه لما تبقى 16 لواحد دليل ان في ثقه كبيره في الدوله المصريه ككل. نعم. طبعا بنبارك لمصر كلها، وان شاء الله مصر قادره طبعا ان هي تنظم كالعاده بطولات ناجحه زي ما عملت قبل كده في 2006 و2009 في العالم للشباب. والبطولات الحمد لله اللي مصر عملتها، انما زي ما حضرتك قلت نمره واحد الجمهور. نعم. والجمهور مش بالنسبه لمباراه مصر بس. بالظبط كده. كل المباريات اللي في المحافظات اللي كان بينجح 2006 ان كان الجمهور مال الملعب المحافظات كلها، اسكندريه واسماعيليه وبورسعيد، لان دوت لما اي حد في العالم بيتفرج على البطوله يشوف المدرجات اول واحد اول حاجه. واللي بينجح اي دوري اللي نجح كاس العالم في روسيا الحقيقه الجمهور اللي كان موجود في روسيا، كل الملاعب كانت مليانه بالجمهور. طبعا طبعا. والدوري الانجليزي نجاحه كله الدوري الانجليزي مظبوط قويه. حضرتك طبعا لعيب كوره كبير وعارف ان في مباريات بتبقى فنيه قليله، انما منظر الجمهور مع الاخراج مع الكاميرات مع بيفرق كتير جدا مع الارضيه بتوصل عندك حاجات كتير غير الكوره. بس بقول لك ايه يا حاج عامر، انا اول حاجه جت في دماغي اول ما يعني انا اتكلمت مع حضرتك، اول حاجه جت في دماغي الحاج عامر حسين هيعمل ايه؟ ماذا سيحدث في الدوري المصري؟ هل سيتم الغاء الدوري المصري زي ما ناس كتير بتفكر او ناس كتير كاتبه على السوشيال ميديا ان خلاص بقى نلغي الدوري وخلينا نفكر في البطوله الافريقيه بس؟ اول حاجه اول حد جه في دماغي هو عامر حسين، ماذا سيفعل الحاج عامر حسين؟ والله هو الموسم ده طبعا مش هيحصل في تاريخ العالم اليوم ما اخترعوا الكوره. نعم. بكل حاجه استثنائيه حصلت فيها. بطولتين لافريقيا وابطال دوري الكونفدراليه في نفس الموسم. الاتحاد الافريقي بدل ما كان بيلعب البطوله من شهر 2 لشهر 11 سواء ابطال الدوري او الكونفدراليه، ويكون في كاس عالم الانديه في شهر 12، يعني خلال 10 شهور كان بيعمل بطوله. نعم. دلوقتي هيعمل البطولتين من شهر 11 من قبل ما تخلص القديمه. بدأت الجديدة في شهر 11، الخلافة في شهر 5. نعم. 5 شهور، نفس عدد المباريات، نفس النظام، ما غيرش الاتحاد الافريقي، ما غيرش النظام بتاعه. على الأقل أنا كنت أطالب إن هو دور المجموعات بتاع دور ال 16 دوت، كان يبقى خروج المغلوب، ما دام مرحلة استثنائية. إنما هو أكيد عندهم أمور تسويقية طبعًا. فكل المشاكل اللي هي يا كابتن سليمان مع البطولة العربية، اللي هي ما عندهاش أجندة فبتتحدد بعد كل قرعة، كان كل الناديين بيقعدوا مع بعض يحددوا المواعيد المناسبة. ان في انديه في افريقيا وفي انديه في عندها كاس الامم الاسيا بيتلعب في الشهر ده في الامارات. عندنا اجنده رسميه كان لمنتخب الوطن الاول، احنا لو كنا اخذنا البطوله ما دخلناش التصفيات، فريق كان 5 مباريات للمنتخب الوطن الاول. نعم. اتاخد منهم 40 يوم. بعد المباراه الايدر اللي هي من 18 ل 26/3 وفيها مباراه وديه مع نيجيريا بجانب مباراه النيجر. وكل الامور ديت كلها في موسم واحد مع تغيير الاتحاد الافريقي اللي ايه؟ ميعاد كونش الافريقيه الافريقيه تبقى شهر 6 بدل ما تبقى في يناير زي كل سنه. كل ده كان في الفيلم حصل في موسم واحد. كنت حابب ان الاتحاد الافريقي يعمل على مرحلتين، يعني الامم الافريقيه في موسم
يعمل ابطال الدوري والكونفدراليه 100 لا هو حب يخلص كله في مره واحده ما فوقوش البطوله بتاعت امم افريقيا لما انت زرعت من هنا ومن هنا مع البطوله العربيه اللي كان برضه بتتعمل دوره مجمعه في الصيف الموسم ده اتعملت من دوري الذهاب والعوده فكل الامور طبعا عملت معدلات كتير جدا طبعا النادي الاهلي كمل المباراه النهائيه ولعب 27 مباراه في 110 يوم اللي احنا بدانا 2/8 لغايه 29/12 في الاهلي لعب 27 مباراه يعني 150 يوم في منهم 40 يوم للمنتخب في 110 يوم اتلعبوا 27 مباراه منهم سبع سفريات من 14 مباراه خارجيه لعب 14 مباراه عربيه وافريقيه منهم سبع سفريات حسبت عدد السفريات اربع ايام قبلها واربع ايام بعد المباراه حتى الاهلي لعب كل ثلاث ايام مباراه وتلاقي الناس بتطالب يقول لك الاهلي اتدلع وانت اللي عملت المعدلات وانت اللي خسرت المعدلات وبنتكلمهم بلغه الارقام برضه محدش عايز يفهم لان هو مش عايز يفهم يعني اللي مش عايز يفهم هو مش عايز يفهم اصلا انما نوضح للناس العاديين الطبيعيين اللي هم ما لهمش غرض يعني نعم فان شاء الله انا يمكن قبل بدايه الموسم انا قعدت مع رؤساء الانديه وكان مجلس اداره الاتحاد موجود بالكامل وعرضت عليهم كل الالتزامات والعقوبات لان دي مش مفاجاه ليا المفاجاه الوحيده بس ان هو التنظيم انما كل انا كنت عارف وشرحت للانديه وقدمت لهم تصور ان احنا نعمل دوري من مجموعتين زي ما تونس عمل في الموسم ده اللي فات عشان يحضر لكاس العالم او نعمل الدوري من دور واحد بعد ناخد الثمانيه اللي فوق يلعبوا بعض على المربع والعشره اللي تحت يلعبوا على الهبوط لحد مين اللي هيخبط كان هيوفر معايا حوالي سبع مباريات النظام الثاني دوت وكل الانديه اعترضت اعتقد بس الدوري هيقعد من 12 ل 13 شهر فالانديه بالاجماع لان بيقولوا احنا اصحاب الدوري واحنا الرابطه بتاعت الدوري احنا نختار النظام الثالث اللي هو يقعد 12 13 شهر بس نلعب بالنظام بتاعنا بشرط تزود لنا خمس لعيبه على ال 25 يبقوا 30 لاعب اللي هم اللي حصل الشهر ده طبعا نعم فطبعا ان كان الاجتماع دوت بعد القايمه الاولى ما اتقفلت بيومين فكان صعب ان الانديه ترجع اللعيبه اللي مشت وفي لعيبه تعارضت مع انديه ثانيه مظبوط فتم الاكتفاء ان احنا نزود ال 5 في يناير واتحاد الكوره وافق ان احنا نزود 5 في يناير مقابل ان احنا نضعف المباريات في الدور الثاني والانديه تلعب بين المباريات الافريقيه فعلشان كده انا بفكر بس طولت على حضرتك بس بفكر الانديه لا احسن حضرتك تفهم الناس نعم عشان ما حدش يرجع يقول ارهاق وضغط والكلام اللي بنسمعه نعم ده كان اتفاق الانديه والانديه اللي اختارت والانديه اللي حددت مصير المسابقه ونظام المسابقه فان شاء الله نكمل زي ما احنا نكمل هنكمل بس طبعا ممكن نكمل طبعا بعد بطوله الامم الافريقيه ان احنا نخلص على شهر 8 وناخد 45 يوم بعد كده ونبدا الدوري بتاعنا بعد 45 يوم بفتره الراحه مش هتقل عن 45 يوم بين الموسم ده والموسم اللي جاي يعني اذا يا حاج عامر بس عشان نحدد للناس نهايه الدوري الحالي ستكون في شهر 8 القادم 8/2019 لان ده برضه ده ميعاد تقريبي يا كابتن سامي ليه؟ ما تقدرش تحدد عدد المؤجلات من دلوقتي نعم لان انت ما تعرفش الانديه بتاعتك مين هيوصل امتى وفين وازاي؟ مظبوط مظبوط. دور الثمانية مين هيوصل دور الثمانية؟ مين هيوصل للنهائي؟ هيوصل للنهائي؟ كل الأمور دي بتبقى في علم الغيب أنت ما تعرفهاش. أوروبا ما فيهاش مشكلة بإن هو بيثبت المواعيد بتاعته الدوري بتاعه جمعة مباراة، سبت أغلب المباريات، الحد مباراة، والاثنين مباراة واحدة، واللي بيلعب في أوروبا بيلعب ثلاث وأربع. نعم. بس الفرق إن هو بيروح في ساعتين ويرجع في أوروبا. لا في اوروبا بالساعتين مفيش مشكله ايضا انا مش عارف اكيد حضرتك عامل حسابك على هذا الموضوع هل تصفيات طوكيو 2020 اللي هي المنتخب الاولمبي اللي هتقام هنا في مصر برضه داخله في ضمن التوقفات القادمه ولا دي هيحصل فيها ايه اعتقد في شهر 11 الموسم اللي جاي لا مش الموسم ده مش الموسم ده الحمد لله ان هي مش الموسم ده ما كانتش كملت اذا الميعاد المبدئي لنهايه هذا الدوري هو شهر 8 القادم ان شاء الله طيب وبعدين 45 يوم اجازه وبعدين تبدا بقى ان شاء الله في شهر 9 او في نهايه ما فيش مشاكل لان ما فيش الاصابات دي خالص السنه الجايه ما فيهاش اي مشكله طيب في ضغط ابطال الدوري الكونفدراليه هنبدا من 8 ابطال الدوري الكونفدراليه هتبقى الامور ماشيه بقى بسلاسه خلاص يعني هي السنه دي هي اللي فيها المشكله كلها
هي النقله ديت الاتحاد الافريقي اللي عشان كده سماها موسم استثنائي. نعم. بما احنا طبعا تبع الاتحاد الافريقي فاحنا موسم استثنائي بالنسبه لنا كمان. تمام. ونكمل علينا التنظيم لمباراه الامم الافريقيه. ويمكن تونس عمل حسابه من سنتين فخلوا الدوري 14 نادي. اه. يعني الموسم اللي قبل اللي فات لعبوا نزلوا اربعه طلعوا اثنين خلوه 14 نادي. اه. فحتى دول اسيا كمان يا كابتن اسلام عشان احنا برضه بنقعد نضغط على نفسنا قوي. انا كنت في الورقه البطوله العربيه وكان الكابتن محمد صلاح موجود. وحتى وصلوا لما كان مندوب الهلال السعودي بيشتكي ان هو مضغوط والنجم الساحلي التركي كان بيشتكي ان هو مضغوط ومش عارفين يحددوا مواعيد المصاريف بتاعتهم في البطوله العربيه من كثر المباريات اللي عندهم. هي بصراحه السنه دي ان شاء الله تعدي تعدي على خير وكل الامور تصبح جيده في بدايه الموسم اللي جاي. ولكن قبل بس ما اسيب حضرتك، هي الملاعب اللي هتستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه تم تحديدها ولا لسه؟ يعني في اسكندريه تم تحديد استاد اسكندريه وحرس الحدود. ويمكن الناس كانت مستغربه ان استاد الجيش برج العرب ليه مش على الخريطه. بالظبط. لان منتخب مصر مش موجود، طبعا مش هنقدر نملى او الجمهور مش هيقدر يملى استاد الجيش. اه فجبتوا استادات اصغر شويه. نعم. هيبقى الشكل مش حلو. استاد اسماعيليه، استاد الشروق فيه ملعبين، استاد الجيش فيه استاد السويس اللي تابع للوزاره شباب ورياضه. نعم. القاهره فيه استاد السلام واستاد القاهره. وفي كل الحديه وموجودين العرب في 30 يونيو الدفاع الجوي في هتبقى في يوم للمباريات وفي للتدريبات. عندنا ملاعب كتير يعني الحمد لله. ويمكن الميزه برضه ان هي في الصيف البطوله. اه. ان الملاعب ممكن في الفتره من شهر 11 لشهر 2 بتبقى متهالكه. تمشي على خير وان شاء الله زي ما سمعنا كده ان الدوري هيخلص شهر 8 ان شاء الله كل الامور تبقى جيده والملاعب ان شاء الله ما يبقاش في اي امور فيها مربكه شويه. ولكن انا متاكد ان الامور هتبقى جيده ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا. انا بشكر حضرتك جدا يا حاج عامر على وجودك معانا. الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في الدوري المصري. وزي ما قلت لحضراتكم